السلام عليكم أحبائي الصغار، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. ما رأيكم أن نكمل اليوم سلسلة تعلم حرف الراء؟ هيا يا أحبائي اجلسوا في مكان هادئ وجهزوا أقلام التلوين، وسنتعلم اليوم في المرحلة الثانية التعرف إلى شكل الحرف وتمييز صوته. عن أي حرف نتكلم يا ترى؟ هل تعرفون؟ استمعوا إلى هذه الأغنية. أنا رسام، أنا رسام، أرسم لوحة بالألوان، أنا أرسم أحلى صورة. أنا رسام أحمر أزرق أصفر، أرسم على اللوح الأخضر بالقلم وبالطبشورة. أنا رسام أرسم زهرة وبيت صغير، برسم بحر وشط كبير، رمل ورفش وشخطورة. أنا رسام. سيساعدنا صديقنا الرسام في التعرف إلى حرف الراء، هيا بنا نلعب معه ألعابا مفيدة. هل أنتم جاهزون؟ اللعبة الأولى لعبة التصفيق. في هذه اللعبة سنصفق عندما نسمع صوت الحرف راء أو نرى شكله. هيا فلنرى الكلمات: رجل، ساعة، رمان. كلمة رجل هل فيها حرف الراء؟ أحسنتم. انظروا إلى كلمة ساعة، هل يوجد فيها الحرف راء؟ هل تسمعون صوته؟ ساعة. لا. وهذه كلمة رمان، هل فيها حرف راء؟ طاولة. بطيخ. رافعة. هل نجد حرف الراء في كلمة طاولة؟ هل نجد حرف راء في كلمة بطيخ؟ هل نجد نرى ونسمع حرف راء في كلمة رافعة؟ والآن مع اللعبة الثانية، لعبة البالونات. في هذه البالونات رسوم جميلة: ريشة، يد، رضيع. ريشة هل فيها حرف راء؟ ريشة. يد هل فيها حرف راء؟ لا. رضيع هل فيه حرف راء؟ أحسنتم يا أحبائي. موزة، رسالة، شمس. موزة هل فيها حرف راء؟ لا. رسالة هل فيها حرف راء؟ نعم. شمس هل فيها حرف راء؟ لا. إذن في هذه البالونات يوجد حرف الراء: ريشة، رسالة، ورضيع.
أحسنتم عملا. هذا رأس. انظروا يا أحبائي إلى كلمة رأس، إلى أول حرف. هل هذا حرف راء؟ نعم، أحسنتم. مسجد. مسجد، أول حرف، هل هو حرف راء؟ رمل. انظروا إلى أول حرف، هل هو حرف راء؟ بوركتم يا أحبائي. كلمة رسام، أول حرف، هل هو حرف راء؟ رائع. والآن فلنذهب مع صديقنا الرسام لنلون. ألون الحرف راء ورسمة الريشة. هيا يا أحبائي، لونوها بأقلام التلوين. وفي النهاية نكون اليوم قد تعلمنا تمييز شكل حرف الراء، وسنتدرب أكثر من خلال مشاهدة الفيديو أكثر من مرة، تنفيذ البطاقة وإرسال صورتها لمعلمتي. أنا بانتظاركم يا أحبائي، إلى اللقاء.